يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا. ما تبعد عني ميادين وحدود، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة، عنوان الحلقة قاعدة وجمعها قواعد، لكن المفهوم الذي سوقه الإعلام أو فرض نفسه سياسيا هو القاعدة بالمفهوم السياسي الصراعي المعروف، إلا أن الكلام الذي سوف نتناوله بعيدا كل البعد عن هذا المجال. مفهومنا عن القواعد العقلية، المبادئ العقلية التي تخدم التفكير الإنساني فترشده للوعي الصحيح ولإصدار أحكام سليمة من خلال تصور صادق مطابق للواقع، ألا وهي الجهود الجبارة التي بذلها العقل الإنساني المتراكم في الوصول إلى ما يجعل الإنسان ينقذ نفسه من السفسطة والتوهان والمغالطات وكل ما يتصل باللخبطة العقلية والخروج عن الموضوعية وإصدار أحكام تتناقض مع الواقع أو تصطدم بالحقيقة العلمية. علمانا وايد ألفوا قاعدة في التوسل والوسيلة، قاعدة في التفسير، قاعدة في التحديث، قواعد، كتب القواعد في كل شيء. كل علم له قواعد، في العلوم اللسانية قواعد، في العلوم الطبيعية قواعد، في العلوم النفسية والاجتماعية قواعد، إن لم تكن قواعد فمنطلقات ومبادئ، فالتواضعات أولية حتى من خلالها يطلع ويبني الفكرة أو المنهج أو المدرسة التي يريد. إحنا قواعدنا اليوم قواعد عامة تصلح لكل إنسان وفي كل زمان، نحاول أن تكون كذلك. لماذا؟ لأنها من المشترك الإنساني، ولا بد أن نعترف المشترك الإنساني. اليوم نطرح بعض القواعد في العقائد والعقليات التي تخدمنا في ديننا وفي عقيدتنا وفي هويتنا أيضا، ليس فقط الهوية الدينية الخاصة فينا، بل الهوية الإنسانية التي أعطيت ووهبت عقلا يصنف الأشياء، يختار بين البديلات، عنده قدرة على التفكيك، التركيب، الحكم، التخيل إلى آخره. اليوم نطرح موضوع القواعد لأن الانفتاح العالمي والقراءة النهمة، ولكن القراءة المبعثرة المتضاربة التي تحصل عند أبنائنا وطلابنا وأهلنا وناسنا، يقرؤون، الكل يقرأ اليوم، مدارس الساعة قاعدين يقرؤون باللابتوب، يقرأ بالأجهزة الدقيقة الجديدة هذه، يقرأ في الجرائد، يقرأ في التلفزيون، يقرأ في كل مكان. لكن هذه القراءة منهجية، لما كانت القراءة من هنا وهناك وملخبطة ومفتوحة وعدم وضوح بعض القواعد، وقع الارتباك وطاشت الموازين فحار العقل، وجاءت أحكام أحيانا تستغرب من إنسان يعيش في بيئتنا ويقول مثل هذه الكلمات أو هذه الاعتراضات على دينه، على تراثه، على أمور كثيرة. حتى نضبط هذا الأمر خاصة في مسائل العقائد والعلم، نطرح القواعد. قبل طرح القواعد، نصيحة لنفسي ولأولادي ولكل الناس، ألا وهو في مسألة التواضع العلمي. أينشتاين أكبر عقل فيزيائي عرفه التاريخ، صحيح هو ليس أكبر عقل رياضي ولكن فيزيائي نعم، وقف عند درجه الصغير في مكتبته الضخمة وقال إن نسبة ما أعلم إلى ما لا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى المكتبة. محمد الغزالي المعاصر رحمة الله عليه عندما قرأها علق في كتابه
عقيدة المسلم، ولو أنصف لقال إننا لا نعلم شيئا. الموضوع أبعد من هذا التشبيه. ومن هنا قال بعض الحكماء إن الإنسان إذا امتلك شيئا من العلم وتعمق واكتشف حقائق تأتيه نشوة، فربما ادعى أو تصور نفسه إلها. فإذا ما حفر في العلم ودخل في أغواره وتفحص الحقائق تنازل قليلا، قل لا أنا مجرد نبي. فإذا ما وسع دائرة البحث وأطال الزمن في الجري وراء الحقيقة بأدوات توصله إلى الحقائق أقرب فأقرب، قل لا أنا مجرد عالم ممتاز. أما إذا تواضع للعلم أكثر وأعمل العقل وأسهر الليل وسهر الليل والنهار وازدادت عنده دقة المنهجية في البحث واتسع الأفق، هنا سيقول والله إنني جاهل، إننا بعد لا نعرف شيئا. هكذا طبيعة العلم والعلماء. تعالوا في ظل الشبهات والشكوك واللخبطة في العقائد والإلهيات والإيمانيات والتراث والحديث والآيات والولول، تعالوا نحط بعض القواعد إذا اتفقنا عليها أو اقتربنا منها أو اتفقنا على بعضها فإننا نجسر مسافة الخلاف بيننا، أو نضع نقاط اتفاق بيننا، أو نمتص قدر كبير من التنافر الفكري الذي قد يحصل بين الاتجاهات المتضادة أو المتشاكسة أو التي بينها شيء من الاختلاف. أول قاعدة، وقاعدة بسيطة يعرفها كل إنسان، ألا وهي ما أدركه بحواسي لا أشك في أنه موجود. أنا أدرك بحواسي أن هذه علبة نظارات، لا يمكن أن أشك. فأنا سواء حاسة اليد أو حاسة النظر فأنا لا أشك. أنا لا أشك الآن أن جالس في استوديو وفي قناة في القناة وأمام، هذه أمور بدهية يعرفها كل إنسان وإلا أصبنا في الجنون. لكن يأتي الاعتراض ويقول لك ولكن تعال كيف تثق بالحواس؟ أليس في السرك تنظر شيء في حواسك وإذا به خدعة؟ ألست تسير في الصحراء فتجد بقعة من الماء فعندما تصل إليها تحس أنها سراب؟ أليس القلم في إناء الماء ينكسر وتخرجه وإذا به مستقيم؟ أليست الحواس تخدع؟ نقول تخدع، والخداع طارئ، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقلا نستفيد من تجربة الحواس ومن ثم نرشد خطأها ونستفيد من خبرتها. فهذه الاستثناءات الدقيقة لا تلغي القاعدة الكبيرة الأصلية التي هي أن الحواس أحد وسائل اليقين. القاعدة الثانية، أن اليقين كما يحصل بالحس والمشاهدة يحصل بالخبر الصادق. اليقين كما يحصل بالحواس والمشاهدة يعطينا اعتقادا بأشياء ليست أمامنا ولكن نعرفها بالخبر الصادق. لذلك علماءنا القدامى في الكتاتيب وضعوا قاعدة، إن كنت ناقلا فعليك بالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك بالدليل. إذا كانت هناك دعوة فلا بد أن تأتي للدليل بالدعوة هذه، سواء كانت دعوة قضائية، دعوة تجريبية، دعوة جنائية، دعوة تجيب الدليل الذي يناسب المدلول المطلوب. وإن كنت ناقلا يعني لخبر فعليك بالصحة. إحنا اليوم تأتي نشرة الأخبار وتقول لنا أن هنالك عاصفة مقبلة، فنأخذ الاحتياطات، الذي في البحر ينسحب والذي في البيت يسكر والذي والذي. يأتينا خبر يقول أن انطلاق طائرتك للسفر بعد غد الساعة الفلانية، هذا خبر، تأخذ أمتعتك وتذهب إلى اليوم نفسه وتسافر. لماذا؟ لأن خبر صادق تبني عليه شيء مستقبل غيبي. كذلك الأخبار الماضية، فنحن عن طريق الخبر نؤمن بأن هنالك فيلسوف اسمه أرسطو وآخر أفلاطون وسقراط وديمقريطس وفيثاغورس، يونان قبل السيد المسيح، كيف إن آمنا بهؤلاء في رسائل دكتوراه وفكرهم عمل ضجة في التاريخ الإنساني كله؟ لأن خبر صادق. نؤمن بكسرى فارس وبهرقل الروم وبعنترة العرب إلى آخر تاريخ، والجغرافيا ثلاثة أرباع المدن العالمية، القرى ثلاثة أرباع معلوماتنا وثقافتنا هي عبارة عن أخبار أخذناها إما من المدونات إما من التواتر.
إذن الأخبار المتواترة والأخبار الصادقة مصدر من مصادر اليقين. القاعدة الثالثة نخليها بعد الفاصل. ما زلنا مع القواعد الضابطة للعقل الخادمة للفكر. القاعدة الثالثة، معلش ترى هذا كلام الكتب يعني يصاغ بأكثر من صياغة، يقولون عدم العلم ليس علما بالعدم، يصيغونها بصياغة أخرى، عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. كلام ما هو صعب، لأن العرب شو تقول؟ وبالمثال يتضح المقال. تقول حق ولدك، أخوك، صاحبك، يا فلان ترى عبد الله طول في المستوصف، يا ابن الحلال روح شوفه، متى يجي دورك؟ منتظرين ورانا مواعيد. دخل الولد او الصديق الى المستوصف ونظر في العياده وفي الجمهور المنتظر للدور، ما وجده، طاف في المستوصف وخرج. هني ممكن يقول شيئين، عبارتين، اما يقول ما وجدته في المستوصف، واما يقول هو غير موجود. أي العبارتين أصدق وأصح؟ ما وجدته ولا غير موجود؟ لا، تقول ما وجدته شوي ولا طلع؟ وينك؟ والله عفوا كنت في دورة المياه. إذا كان موجود فأنت لا تقول غير موجود، لأن غير موجود جعلت من جهلك علما، لكن قول ما وجدته، هذا حدود علمي، لأنك لم تكن في إحاطة شاملة كاملة. وقعت مني الآن إبرة دبوس في هذا الاستديو الكبير، فقلت الأخوة رجاء يا أخوة، الدبوس هذا مهم بالنسبة لي لأنه يركب على جهاز، أنا رايح شوي وجايكم، ابحثوه، ابحثوا عنه لو تكرمتم. بحثوا عنه، وجدت، وين الدبوس؟ قالوا عبارتين، أما يقولوا لي غير موجود أو يقولون ما وجدنا. ما وجدنا هي الصحيحة، أما غير موجود جعلت من عدم علمك علماً. قلت مو موجود 100%، من قالك مو موجود؟ طايح في زاوية، لونه نفس لون السجادة أو الأرضية، ما شفتها. أقول لك اذهب يا أخي، أقول لأحد طلابي يا ابني اذهب وابحث لي في ديوان المتنبي بيت الشعر اللي يقول قيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. يمسك الولد يقول لي، أما يقول لي غير موجود ولا يقول لي ما وجدته. الصحيح أنه ما وجده، قد تكون ورقتين لاصقين ببعض، قد يكون مرة وعينه ما وقعت بدقة على وهكذا. عدم العلم ليس علما بالعدم. من هنا نحن الآن في هذه الغرفة أصوات وذبذبات وكهارب لا نحس بها ولا نشاهدها، فهل ننكرها؟ ما ننكرها، لا ننكر الموجات. الآن الميكروبات، الفيروسات، ما كانت تعرفها البشرية، هل من حقها أن تنكرها إلا بعد أن تكتشفها؟ أبداً. الأصم اللي ما يسمع ما يعرف مقام السيكا، مقام السيكا ولا الصبا ولا النهوند ولا البيات ولا غيره، هل من حقه أن ينكر؟ الكفيف لا يعرف معنى الألوان، مهما الذي ولد أكمهن، مهما أغرقته في الكلام عن الألوان وجمالها لا يعرف. لكن عدم المعرفة لا تعني أنه ينكر ما هو معروف في الواقع وفي الخارج، ما تجعل من ذاتك معياراً للواقع العلمي الخارجي، ومن ثم لا يحق لك أن تنكر أشياء لم تصل إليها في الغيبيات أو كوجود الله سبحانه وتعالى أو في حوادث ماضية أو حوادث حاضرة. القاعدة الرابعة هني عاد الإبداع. الخيال البشري لا يستطيع أن يلم إلا بما أدركته الحواس. القاعدة، الخيال البشري لا يمكن أن يلم إلا بما أدركته الحواس، بمعنى نتكلم عن حدود الخيال. علماء النفس يقولون الخيال أنواع، من أشهر اثنين عندهم خيال مرجع وخيال مبدع. الخيال المرجع، الحين أنا جالس هنا وأنت جالس الآن، تقدر تتخيل أيام صباك، تتخيل مدرستك، تتخيل الشارع اللي أنت فيه، تتخيل صورة أي إنسان مر عليك، أهلك سواء مضوا من الحياة، تتخيل كل شيء ماضي.
أما خيال الإبداع فهو خيال الشعراء، خيال الفنانين، خيال المبدعين، خيال النحاتين، خيال هؤلاء. هؤلاء وإن أبدعوا إلا أن الجزيئات المبعثرة في الإبداع هي في حقيقتها قديمة، موجودة، خبرة سابقة. أنت تشكل شيء جديد، فمثلا تمثال فينوس، ايش سوى تمثال فينوس؟ جاب أجمل أنف وأجمل فم وأجمل جسد وركبها على بعض، طلع الشكل جديد، ولكن الأجزاء معروفة عنده في مخيلته. تمثال الآشوري المجنح في متحف باريس، شكل جديد، جاب رأس إنسان حط على جسد ثور على جناح طائر، طلع لنا شكل جديد في خياله، ولكن هذا الشكل الجديد من أجزاء قديمة معروفة. إذن عجز الخيال، بل أحيانا يعجز الخيال عن الجمع بين شيئين من أشياء الوجود. مثلا تقدر تقول لي تتخيل معاي نغمة معطرة بعطر الورد، النغمة من عالم الصوت الأذن، والعطر من عالم الشم، أنت بين هذيل ما قدرت تجمع، ما تقدر تتخيل نغمة معطرة بعطر الورد، ما تستطيع أن تتخيل رائحة لونها أحمر. نعم، بين عالم البصر اللونيات وبين عالم الشم. إذن فكيف تريد أن تتخيل الآخرة والذات الإلهية؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن القاعدة ليس كمثله شيء، أنت خبرتك محسوسة فلا تستطيع أن تحكم على ما وراء الحواس. هذه قاعدة تضبط الشطح الفكري والأسئلة الغلط التي تأتي. فلو عرف مفهوم العلم ومفهوم الكون وقدرات الإنسان وطبيعة التفكير لما سأل الأسئلة الخاطئة. القاعدة الخامسة، العقل لا يستطيع أن يدرك شيئا حتى يحصره بين الزمان والمكان. ليش يا سيدي؟ لأنك أنت محدود في الزمان والمكان، فلا يمكن أن تحكم على شيء خارج الزمان والمكان. يعني لو قلت لك إن معركة حصلت، لكن لا قبل الجاهلي، لا قبل الإسلام، ولا أثناء دولة الإسلام، ولا بعد الإسلام في أيامنا هذه، ما أنت ما حطيتها في زمن، لا يمكن أصدقك. إذا متى؟ إذا أنا الحوادث مرتبطة بالزمان، لأن لا زمان بغير حركة ولا مكان بغير مادة كما تقول القاعدة الكونية. ولو قلت لك تعال حق المكان، إن مدينة جميلة تقع موجودة، لكنها لا هي في أرض ولا في سماء ولا في مكان من الأمكنة، لا يمكن أن تتخيلها. إذن العقل محدود بين الزمان والمكان، فكيف تريد أن تحكم يا محدود على غير المحدود وتتصور العالم الآخر وهو خارج عن دائرة الزمان والمكان الذي نعرفه؟ القاعدة التاسعة، العلم يتبع المعلوم وليس المعلوم يتبع العلم. شنو تعريف العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. أدركت الشيء كما هو عليه بدليل، أدركت أن هذا كتاب، الدليل الحس، أدركت أن الماء فيه بكتيريا، الدليل هو المجهر، أدركت أن فلان قتل، الدليل الخبر الصادق على التلفزيون طالع عندي بالأدلة والشواهد. نعم، ثم يتكلمون بعد ذلك أن كل دليل يجب أن يناسب مدلوله. يعني العلم مرآة تعكس الواقع وتكشفه فيتطابق ما في الذهن مع ما في الواقع فصار علم. طيب لما نقول العلم يتبع المعلوم، العلم يتبع المعلوم، مش المعلوم يتبع العلم، لأن ليش؟ لأن المعلوم أسبق في الوجود من العلم. العلم جاء واكتشف أن في شيء اسمه فيروس. هل العلم موجود أول ولا المعلوم هو الموجود الأول؟ المعلوم الفيروس موجود أول، أنت الآن اكتشفته. العلم أصل ثابت، المعلوم أصل ثابت أنت تبحث عنه، والعلم فرع لاحق له، بالعلم اكتشفت هذا المعلوم. المعلوم متبوع والعلم تابع. ليش أقول الكلام هذا؟ نقول هذه القاعدة، لأن بعض الناس أله العلم، قال أنا إله، إلهي هو العلم. نقول له يا حبيبي العلم في شيء سابق عليه هو المعلوم، فإذا أردت أن تؤله العلم فأله المعلوم أولاً، أله المادة. ولذلك هؤلاء بعض الناس الماديين أو الملاحدة لما سلبوا الوجود من الخالق أو سلبوا حقيقة الله من أذهانهم، وضعوا صفات الله سبحانه وتعالى على الموجودات الجاملة، عقلنوا الطبيعة، عقلانية الطبيعة، عقلانية الحجارة، عقلانية المادة الخام في هذا الكون. من أين جاءت
قوانين الكون ونظمته وكانت متوازنة، بمعنى أن الكون قبل كانوا يقولون مادة طاقة زمان ومكان، اليوم في 20 سنة الأخيرة بدأوا يتكلمون عن المكون المعرفي، القواعد القوانين النظم الهائلة في الكون كله اللي نظمت الكون وتداخلت وتكاملت وتناسقت وأخرجت لنا هذه المنظومة لكي توجد أنت في أرض فيها عقل يفكر ثم يكتشف هذه الحقائق كلها. ولذلك كما يقول أينشتاين المبدع في الكون أنه قابل للفهم وللإدراك. وبعد الفاصل نكمل. نستكمل الحديث عن القواعد الضابطة للعقل المنيرة له في قضية البحث خاصة في الكونيات والوجود. أيضا كلامنا عن العلم أن العلم لا يوجد معدوما، العلم لا يوجد معدوما، ولكن ينبه إلى الموجودات ويعرف مزاياها، يكتشف خصائصها، يفعلها، يستثمرها. أيضا من قواعد العلم الجديدة ألا وهي الترجيح بين أنسب التفسيرات. الحدث موجود، الظاهرة موجودة، بيولوجية كونية، لكن ويليام دمبسكي وستيفن ماير من جماعة التصميم الذكي عام 1998 طرحوا قضية التفسير، الترجيح بين أنسب التفسيرات، يعني الظاهرة لها أكثر من تفسير، لماذا تلجئني إلى رأيك وتعتبر علم بينما هنالك احتمال آخر لتفسير آخر. أيضا من الذين يقعون في كبوات علمية أنهم يخلطون بين المعلومة العلمية أو الظاهرة وبين تأويل هذه الظاهرة وتفسيرها. مثال يضربه لنا الدكتور عمرو شريف في كتابه المخ ذكر أو أنثى، عندما بين في بحث على 200 مرجع أجنبي أن هناك فوارق بين مخ المرأة ومخ الرجل كأدمغة، وبناء عليها هنالك تكامل في الهوية الإنسانية وتنوع وتفرد لكل منهما في جانب من جوانب السلوك. المرأة تقول هذا البحث البيولوجي في صالحي أنا، بين أنا عاطفية في نفس الوقت عقلية. الرجل يفسر التفسير في صالحه، إذا صار للظاهرة أكثر من تفسير. مثال آخر يضربه الفيلسوف المؤمن جون ليسلي صاحب كتاب العقل المطلق، أستاذ الفلسفة، أستاذ فلسفة العلوم في كندا، هذا مثل مشهور. 10 من الرماة وقفوا بأهبة الاستعداد والبنادق بأيديهم ووضع الإنسان المحكوم عليه بالإعدام، فأطلقوا النار ولكن الرجل لم يصبه شيء وظل حيا. التفسير ما هو؟ ما مات، قد أنهم لم يصيبوه، ولكن التأويل لماذا لم يصيبوه؟ واحد قد تكون غير محشوة إلا برصاص صوتي، 2 قد يكون في أوامر تجنبوا إصابة هذا الإنسان، 3 قد تكون عشرات التفاسير. إذن الظاهرة واحدة ما أصابوه، لكن ليش؟ البنادق عطلانة، هناك قصد في عدم إصابته، هنالك ما تدري. إذن حتى لا يكون الإنسان قطعي زيادة عن اللازم، أيضا من القواعد العلمية التي تفيدنا في هذا العصر عندما اغتر فيها الناس يجب أن تتواضع، لأن الإنسان يكون عالم في شيء جاهل في أكثر الأشياء، وهذه المفارقة الكبيرة، أن العلم يتزايد بمتوالية حسابية لكن الجهل يتزايد بمتوالية هندسية. المتوالية الحسابية زيادة بمقدار ثابت 2, 4, 6, 8 أنت رايح، لكن المتوالية الهندسية ضرب الحد هذا الثابت، إنزين في ضرب الحد في الثابت، يعني 3, 9, 27 وانت رايح 81 وهذا هذا امر واقعي، يعني هذا امر استقرائي. ومن القواعد العلميه ايضا هذا عشان الواحد يتواضع، يحس الجهل يتسع والعلم ايضا
قاعد يتصاعد، لكن تصاعده يتسبب في هذا الاتساع الجهلي عند الناس. ومن القواعد العلمية اللي هو اهتزاز كلمة الإجماع العلمي، إن هنالك إجماع على أن هذه المسألة قطعية وحتمية ونهائية وخالصة، أي الخلط بين الحقيقة الموضوعية. الآن إحنا اكتشفنا الحديد بمكوناته، لكن هل هذه الحقيقة مطلقة ونهائية وناجزة ولا مزيد عليها وأدركناها كما هي؟ يستحيل. فيتواضع الإنسان فبدأ يعرف أن العلم يجب أن ينمو وينمو وينمو ولا يقف عند حد، ويظل الإنسان باحثاً عن الحقيقة ولن يصل الكمال، لأن فوقه كل ذي علم عليم. أيضاً من القواعد العلمية، وهذه نختم فيها، ألا وهو حدود العقل. لأن اليوم خليك عقلاني، ما هو كل اللي قلناه هذا في قضية ضبط العقل، وأنا الكلام هذا يعني اختصرته من عدة كتب، ومن أول من نبهنا إلى هذه القواعد أو بعضها وصاغها بصياغة أدبية، لأن ليس من السهل أن تصيغ القواعد العلمية أو المنطقية بصياغة أدبية إلا لمن كان أديبا، فهو الشيخ الأديب الموسوعي علي الطنطاوي رحمة الله عليه في كتابه تعريف عام بدين الإسلام. هذا الكتاب لو يترجم جيد للمسلمين ولمن أرادوا التعرف على الإسلام، والكتب العلمية لدكتور عمرو شريف، وكتاب ضوابط، هاي كتب تعليمية وتصلح للمثقف العام يعني مش للنخبة، كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمعرفة. عندما يتكلم هنا يلخص لك، أنا حسب ما فهمت كلام الغزالي عندما يقول غزالي في تهافت الفلاسفة، عندما يطلق الإنسان عقله في التفكير فيذهب فيقع في حيرة في هذا الوجود بين خيارين لا ثالث لهما، ينطلق يقول هل الكون محدود يا جماعة أم أن الكون غير محدود؟ فإذا تسلسل في تصوره يعني كوننا القريب ثم الأبعد، مجرات أفلاك أكوان، يروح 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 وبعدين انتهى الكون، يجي له سؤال وماذا بعد النهاية؟ يعني نفسه تقول انتهى الكون لكن وهمه يسأله وماذا بعد النهاية؟ وإذا قالت له نفسه لم ينتهي الكون، فحس المشدود للمحسوسات يقول له وهل يوجد شيء لا نهاية له؟ فأنت تقع بين النهاية واللا نهاية كتفكير إنساني بشري. إذن ونحن نتكلم عن هذه القواعد يا جماعة اللي جرني لها، وهي مبسطة جدا جدا، ممكن في حلقات العلم وفي مناقشة القاعات المختصة تطرح بطريقة أخرى وأعمق وأرتب وأرصن، إلا أننا نقول هذا الكلام لأن في غرور أراه بين بعض الناس، وفي تعالي على البشر، لأن إنسان مسك له معلومة هنا ولا قرأ له هناك ولا شاف له كم فيديو ولا سافر برا. تواضع يا جماعة، العلم يزيدك تواضعا، من هنا جاء القرآن لكي يؤكد على نسبية العلم، النسبية في إطار ليس في إطار النسبية المطلقة الشكية التائهة، ولكن في إطار يقين عام نبحث فيه عن الكمال. ومن هنا هذه الآيات الأربعة في القرآن الكريم، وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. وبالرابعة قصة موسى وهو نبي يتبع إنسان غير نبي الخضر، لماذا؟ لكي يتعلم منه، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يا الله، ما هذه التربية القرآنية التي تقول لك يا ابن آدم هذا نبي عليه السلام يتبع غيره لأن عنده علم ليس عند هذا النبي. درس قرآني عظيم ندعوه للتواضع، لأنني أظن أن بمراجعة الإنسان لنفسه والتخلص من عنصر الذات والكبر والشخصانية والتباهي والاستعراض والتطاول يجعله يصل للحقيقة ويكتشفها أكثر، وهكذا يكون دائما طلاب الحق الذين لا يدخلون رغباتهم في البحث عن الحقيقة، وإنما يحكمون عقولهم ويجرون وراء الاستمتاع بهذا البحث من أجل الوصول للحقيقة. والآن مع كتاب وتغريدة.
كتاب اليوم في ظل الانسحاب من القراءة وتحول القراءة إلى قراءة سهلة سريعة مختزلة سندويشات عابرة، كتاب اليوم يتكلم عن المكتبات ولكن من زاوية أخرى أو من يعني ملحظ جديد، ألا وهو عنوان الكتاب العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم. العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباتهم للباحث الجاد أحمد العلاونة. حدد العنوان الكتاب عرب المكتبات، اهتم بمكتبات العرب وليس أي عرب، معاصرون خلال 100 سنة هذه اللي ذهبت تقريبا. ثم إلى أين ذهبت هذه المكتبات الضخمة التي كانوا يمتلكونها وينتجون منها ويعني كانت حياتهم هي المكتبة. وأذكر من يعني معايشتي المعرفة والعلم إلى الآن في ذهني عشرات المكتبات التي زرتها في يعني العالم العربي والإسلامي، وتحس بالراحة والفخر ويعني والامتداد التاريخي، تحس أن هذه الكتب كلها كأنها تحاكيك وتنطق معك وتقول لك تعال وانظر ماذا عندي، أجواء المكتبات ودك أن تنام في هذه المكتبات. الكتاب لا يتكلم عن كل مكتبات العرب، إنما المكتبات التي أصبح لها شأن فأهديت بيعت تجزأت إلى آخره. وفي فهرس الكتاب عندما تقرأ تذهل من الجمع الذي جمعه أحمد العلاونة بالنسبة للمكتبات. الفهرس من يبدأ بحرف الألف ثم حرف الباء وهات يا أسماء، حتى وجدت من بني قومي هنا من بلدي مكتبة عبد الله دحيان، مكتبة عبد الله العثمان، مكتبة عبد الله النوري، عبد الكريم البابطين، يعني لا يخطر على بالك هذا الجمع الكبير للفقهاء المحدثين العلماء الشعراء الأدباء المؤرخين، يعني شيء عجيب. ثم يضع في مقدمة الكتاب يتكلم عن مزايا المكتبات الخاصة، هذه المكتبة الخاصة لهذا العالم شنو مزاياها؟ يجد من المزايا أن هذا العالم مختص بنوع معين من العلوم فيجمع كتب لهذا العلم أو هذا التخصص، فتجد عنده ما لا تجد عند غيره. من المزايا الخاصة للمكتبات اهتمامهم بالطبعات وبالطبعات النادرة، فقد يكون كتاب طبع مرة واحدة من 100 نسخة أو 200 نسخة للمستشرقين وتبعثرت وضاعت ولم يجدد طبعه فتجد عنده هذه الطبعة. من مزايا المكتبات أنك تجد عند هؤلاء العلماء تعليقات على كتبهم، اجتهادات، تعليق، تفسير، استدراك كما ذكر على لسان العرب من محمود ساكر العلامة. من مزايا المكتبات أنك خاصة هذا المشروع يقول لكم يا جماعة يا أصحاب المكتبات غير معقول أن يذهب الإنسان عن الدنيا ويترك وراءه مكتبته، من المكتبات من لم تكن لها قيمة، منها من حصل فيها غش في بيعها، طبعا الناس تتعجل في شراء كتب العلماء، ينتظرون العالم أو المفكر أو الأديب يموت عشان يروحون بعض محبي الكتب أن يشترون كتبه، إلا أن بعض التجار مع الأسف يبيعون أن هذه مكتبة فلان على أنها بيعت للمؤسسة الفلانية بعد أن أخذوا منها نوادر وباعوها بالتجزيء على غير، هذا من الغش الذي يحصل. لذلك لابد من الاستدراك لمن يعطي تنبيها لهؤلاء. ثم يتكلم الكاتب عن تجربته الشخصية في زيارة هذه المكتبات ويشكر من أعانه في جمع الضخم هذا لهؤلاء الكتاب. هذا الكتاب حقيقة مآل المكتبات، منها طبعا ما يذكره أنها حرقت، منها ضاعت، منها اختلف عليه الورثة، هذا علم وجهد شخصي. ويذكر في المقدمة كم أشعار الذين إذا كان لهم فخر يفخرون به بحياتهم، يقول لك صاحب المكتبة منذ أن كنت صبيا وأنا أجمع في هذه المكتبة التي مفخرة حياتي محرم الضيع، هذه كنوز يجب أن نحرص عليها، ومن كان عنده من هذا الشيء الثمين فيجب أن يوصي به توصية جيدة ويضعه في مكان جيد، فالأجيال ليست هي الأجيال. كتاب يستحق القراءة، وإلى التغريدة.
كانت ولا زالت وربما ستظل منافسات كرة القدم والتعصب لها تحرك فينا أخلاقيات الجاهلية الأولى، فيغرد البعض بتعيير المنافسين بأعراقهم وأصولهم. لا، غير معقول، غير معقول يا جماعة أن تتحول هذه التسلية وهذه الرياضة وهذه التي جاءت لكي تملأ شيء من الفراغ، أن وجد فراغ عند هذه الأمة، بالمتعة أن تتحول إلى آفة. لا تكتفي فقط في السب الآني أو القذف أو السخرية أو لا، إنما تمتد لأخلاقيات جاهلية. يجب أن لا يكون هذا الشيء يا جماعة. هذا سلوك تخلف، رجعية، كل ما تستطيع أن تآسف على الكلمات هذه، لأن في الآونة الأخيرة سمعنا أحداث. مشكلة الرياضة وخاصة كرة القدم وما جاورها من رياضات أخرى أن تنقل على الهواء، حتى لو ما نقلت على الهواء تصور للتلفزيونات، حتى لو ما صورت على التلفزيونات، ما كل واحد عنده بجيبه هذا التليفون، هذا يبصق وذاك يضرب والآخر يشتم من اللاعبين، وهؤلاء اللاعبون على طول تنعكس حماسهم إلى من؟ إلى الجماهير. ومن ثم كانت الدراسات الاجتماعية لكرة القدم إن الأهم من المدرب ومن الحكم ومن الجمهور ومن الإعلام هو اللاعب. اللاعب هو الذي يفرض القيمة، فإذا احتك لاعبان احتكاكا سيئا بينهم بين بعض الجمهور متوتر، فإذا راح مسح على رأسه وجر من إيده الجمهور صفق. إذن أنت يا لاعب، أنا اسمح لي، يمكن الجمهور هذا آخر ما نفكر فيه، لكن أنت تستطيع أن تتحكم فيه من خلال قيمك، أخلاقك، تعاطيك ليعكس شخصيتك على أرض الملعب. وهنا تأتي القوة. القوة في الرياضة هو أن تتحكم بانفعالاتك وأن تعطي في ظل هذا الجو المشحون والتنافسي، أن تعطي نموذج على ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكيف إذا كان الغضب على الهواء مباشرة؟ وفق الله الجميع لطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كثير جاءوا وتجمعوا يتفرجون علينا. طيب كيف تثبت أنك أنت؟ إذا كان أنت تلميذ معنا مفروض يعني تعرف انت اسمك ايه. انا حددت 100 مليون دولار في مكه ما يسكرون البيبان، مع مكه ما اظن يعني تعلموا السباحه، مرتين ثلاثه سرق حجر الاسود، 71 سنه ما يطلع واحد يقول هذا كذاب، كان يجرف حيوانات بني ادم سيارات. انا اتحدى العالم كله في الارض وفي الجو. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يلي بقلبي مكانا، اللي يغيب داخل موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانه، ما تبعده